فتاح يا عليم، ازيك يا كريم؟ مية مسا مية مسا مية مسا. على فكرة يا جاي تعمل وجبات في المطبخ بعد استئذان مستر محمد. ماشي يا مستر، فالصلاحيات كلها عندي النهاردة. ماشي يا مستر، شو تبعي؟ ماشي الحلة دي لو سمحت. ماشي يا اسطى. ينفع يا اسطى. نعمل وجبات النهاردة. هنعمل النهاردة كوسة ايه يا محمود؟ مالك انت؟ تعالى، مالك انت؟ مالك منشكح وفشخ؟ اول مره يعمل وجبات بقى في المطعم بقى وايه؟ انت حاجه افتكرت ايام رمضان لما كنت بتعمل واجري. يوم الكوسه ده انا عايز افكرته، كان يوم كوسه فعلا. بدانا الساعه 4 فاضي يا محمود. اليوم ده بره، في اليوم ده بره يا خرابي. يا ده كوسه بقى انت وصلت البيت الساعه 3:30 كنت تحت. لما دخلت لقيت رنا يمين انا ومحمد، رنا مدت على كنبه وانا مدت على كنبه، بقيت ارطب بقيت يا لهوي. الساعة 4 وهم نايمين، واحد مدد لي على كنبة. ايوه محمد في الارض. لا ازاي يا دوب؟ لا هو في سريري. كويس ان احنا ما على البار على الرخامه. عايز اقول لكم اللحمه مطلعينها من امبارح من الفريق، من اول امبارح من الفريزر. بص بص مجنونه. جو ساقع. هيبقى ادب ان شاء الله. حضرتك ما استاذنتيش في الحله اللي فيها. فكرة يا جماعة الطبق اللي في ايديها ده ما استأذن من بتوع المطعم. هات يا عم سكاكين الشيفات اللي هنا بتوع الوجبات القديمة، داخلة قوي. فاكرة المطعم بتاعها؟ هات صحبة داخلة قوي. في سكينة بيد صفرة يا عم. مطعم ابوك داخلة قوي. العشا مقاتلك قوي. لا هنا في نظام وسيستم. الناس في سعادة البيت جبت النعناع يا عنبر؟ اي. اه يا اسطى الله ينور. ايه يا شيف؟ والميزان يا ريس. اصبر حاطط رقم 8 محمود. عصب اللحمه تعصبها حلوه. بهارات مشكله دي محمود. فلفل اسود مطرون. ايه حاجه لما فكر في الريحه تفضل فيها بقى الريحه. هنا حطينا الطماطم تغلي. انا اللحمه تتعصر. لما نبدا نجهز الرز بالمره شويه دقيق برضه. حط الملح كمان. يا محمود 10 كيلو ولا 20؟ 10 كيلو هيكفوا. كوسه كتير. نجيب 10 لو عزنا نجيب 5. انت عايزين اكتر من 10 ما يستوي. لو احتاجنا نعمل تاني يا اسطى. عايزين نجيب لك كرسي تحت الارض عشان تطوي البوتاجاز. ها زي الحلاق لما كنت تروحي قعدنا على خشبه. مش شايف حاجة. كوسه يا رجاله.
بسيط قوي. الدخان راح شويه. محمود ممكن حبه ميه بعد اذنك؟ دخنه اي ميه عشان تغلي الكوسه دي. لا كده الرؤية حلوة. رؤية زهري. ممكن سندوتش لحمة؟ ماشي كده سيبالك حبة يا دنيا. ايه؟ سيبالك حبة يا دنيا. ماشي يا اسطى. عارفيني عيلتي. حلوة ازاي؟ بسم الله. صلوا على النبي. صلى على النبي. في فوطة عندك ورا تمسك بيها الحل لو عايز. عسل عسل عسل. مفيش عيش نعمل سندوتش لحمة؟ خمسة جنيه عيش. قول لهم تنزل لي رغيف من فوق. عشان خمسة جنيه؟ ولا عشان العيش؟ ده بص الرز. بص الرز عسل ازاي؟ فاكر احنا بنحط المية. مولع. ايه كده رز الصعب ياخد مية. نحط بداوك يستوي ونبدا نجهز حله رز تانية على العين اللي ورا دي. عندي على العين. يلا محمود غطي الرز ده وجهز عينيه الحله التانيه. اديله نعناع. انا شايف ولاد ابو اسماعيل. تسلم ايدك يا ابو موزي. ريحه وطير وشكل. بقول لك ايه ما تخفف الاميه بره كده في الطبقين. وانا ما اكلتش. لا والله مش شغل. والله ازعل كده بقى. ازعل. الله ازعل. عندك البحر؟ مليان. عنده طرقة. آخر الشارع. آخر الشارع يا باشا. بعتلك اللوكيشن بتاعك. ابعت الملاك بتاعك. يلا. ماشي.
خلصنا كده يا جماعه، عملنا النهارده كوسه، ممكن نعمل عدس بقى ان شاء الله. العدس سهل وامر بسيط، حلو كوسه حلوه بحته جميله قوي. النعناع اللي فيها مقرية حاجه حلوه، بس ما شاء الله نعمل وجبات كتيره النهارده. هنعدي على فكره 200 صح؟ اه الامكانيات بقى فرن بقى والامكانيات، البوتاجاز والحلوه والامكانيات هنا قاعدين فوق. ما خدناش وقت. اه والله ما خدناش وقت خالص. ما شاء الله عليها بصاصه. بس هخش وقت. ما شاء الله يعني. شوفوا معايا ان شاء الله، عايزه بس اقول حاجه يا جماعه. الفيديو امبارح بتاع السمك اللي انا نزلته، الفيديو ده متصور السنه اللي فاتت. بتاعت الدكتور لما نعمل غير كان في شهر 5 اللي فات. شهر 5 لا، انا عامل عليها في شهر 4، كان في شهر في شهر 12 اللي فات. مش في شهر اللي كان يوم اللي قبليه. فانا كان عندي فيديوهات كتير على التليفون فكنت بنزل منها. شفته؟ الحمد لله كنت بقدر اكل كل حاجه، وبعد ما عملت العمليه طبعا تعبت فجاه كده. انا كويس الحمد لله. ليه بقى نزلت الفيديو في الوقت ده؟ عشان ما كانش فيديو عندي. وبعدين الفيديو زي اي فيديو. ماشي؟ يا ريت الفيديو عيب ان انتوا بتعملوه ده، عيب. احنا بقالنا 5 سنين في اليوتيوب، فهرسلوا في اليوتيوب بره وجوه. عيب. افتكروا ان انا قلت لكم ايه؟ انتظروني. انا مش جاي. اكشن! وانزل اوزع. 18 انا 12 14 18